السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحطوا لايك للفيديو. النهاردة هنعمل السمك الماكريل. عندنا هي المكونات: البصل والفلفل والطماطم والتومة. اول حاجة هنجيب التومة هنا وهننزلها في بولة كده، بعد كده هنضيف عليها كزبرة ناعمة ونضيف عليها كمون ناعم، معلقتين من كزبرة. وبعد ما ضفنا الكمون هنجيب هنا ليمونة ونعصرها عليهم. وهبدأ دلوقتي اقلب التابلة دي مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ دلوقتي هجيب السمك واحط بقى فيه التابلة من جوه كده، هتبله بالتومة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما تبلت السمك هبدأ دلوقتي هعمل التابلة التانية اللي احنا هنتبل بيها السمك. عندنا هنا ايه؟ بصل. حطينا هنا زيت، بعد كده حطينا البصل ونبدأ نشوحه كده تشويحة على النار. هنفضل بقى نشوح البصل كده على النار. وبعد ما شوحنا البصل احنا طبعا كنا بشرين جزر، هنبدأ نضيف عليه الجزر زي ما انتوا شايفين كده، وياخد تقليبه كده الجزر مع البصل. وبعد ما هنقلب الجزر هنضيف هنا عندنا فلفل رومي مقطعينه تقطيع صغيره مكعبات كده وهنضيفه عليه. كده بقى ضفنا الفلفل زي ما انتوا شايفين، نقلبه برده. وهنضيف الطماطم، طماطم قطعناها تقطيع مكعبات صغيرة اهي. وهنقلبهم مع بعض. هنا كان عندنا من التبلة التومة، هنضيف معلقة برضو عليهم ونديهم تقليبة كده، وبكده يبقى خلصت معانا التبلة اللي احنا هنضيفها على السمك. وبعد ما حطينا كده السمك هنضيف عليه بقى التبلة. بقى ما حطينا السمك في الورق كده وهنحط بقى التابلة من فوق كده. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده هضيف التابلة على السمك زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما ضفت التابلة على السمك هنا هضيف ايه؟ كزبرة خضراء من فوق. دي كزبرة مع بقدونس يعني اخضر متقطيع تقطيع صغيرة، وهضيفها بقى ما ضفتها كده على السمك من فوق. بقى يبقى كده جاهزين معايا، ندخلهم من الفرن. شايفين شكل السمك كده والتابلة عامل ازاي؟ وابدأ دلوقتي ادخلهم من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. سيبهم بقى لحد ما يستووا وكده بقى السمك معايا استوى. رب تكون الطريقة دي عجبتكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.